هلو احنا شركة بورس احنا بنعمل virtual reality experiences للميدل ايست احنا عاملين experience مكة و experience قرآن experience مكة هي interactive virtual reality experience للكعبة تقدر تتوب فيها وتقدر تinteract مع الورلد اللي حواليك دي هي كانت معمولة للأجانب عشان اللي ما يعرفش يروح للكعبة يقدر يشوفها خلال الـ Virtual Reality Experience وغير كده عاملين واحدة تانية لـ Experience قرآن إن هي بتشرح لك قصة القرآن هي 360 فيديو تقدر تشوفها في VR Glasses زي Google Cardboard أو Oculus وتتفرج على قصة القرآن وهي بتشرح لك قدامك في 360 Environment